شو دابا في بلدان اخرى ضروري كتسمع كاع البلدان سبحان الله العظيم كتسمع ديك اللعيبه ديال واحد لاباس عليه تجوج بالخدامه ولا وحده لاباس عليها تجوجت بالجارديني. عندنا في المغرب لا المزاليط كيتوالدوا مع بعضياتهم واللي لاباس عليهم مع بعضياتهم وعلى حساب الصالير ديالك على حساب المراه اللي غتاخد. عندك 40,000 في الشهر غتجوج بوحده سميتها حفيظه كتلبس الجلابه ديال النمر كدير القرعه مع العيالات ديال الدرب وعزيزه على مداوله والخيط الابيض. أربعة آلاف درهم في الشهر كوافورة ولا فرملية تا هي تتلبس هذاك البينوار ديال الحزام فهمتي زايدة حاجة وحدة صابو كتقول لك راه ميديكال عرفتي إلا مشات تحايداتو بوزنيقة كاملة تموت. 7,000 درهم في الشهر 7,000 درهم في الشهر كتاخذ وحدة سميتها فاطمة الزهراء خدامة في سونتر دابيل مسمومة مسمومة تتسحب هذيك جوني غالبول وكغوسو مودو ديالك هي اللي غتوصلك. 10,000 درهم في الشهر هنا بحال قلتي تتنتقل من القسم الهوات للقسم الاحترافي تتولي تلعب بعيد كادر في لابونك طبيبه ولادك سميتهم الاء روها هذه الا ولدتيهم معاها حيت كتقول لك 4 سنين الاولى ما نولدوش فيها اش غنبقاو نحضروا الكوب 22. 20,000 درهم في الشهر ما تيتزوجش فريلانس الريح لي جدي اجينا بعدا شكون اللي مجوج باش نحط النقاط على الحروف شكون اللي هنا اللي عادي عادي المهم نتوما الرجاله تفرجونا غندوي مع العيالات الله يجازيكم بخير تهلاو في رجالتكم راه جايه وقت كحله اشو دابا وليتي كتسمع النساء التوتا ايوا الرجاله اللي معانا هنا راه رباح شو المرأة سبحان الله العظيم إلا لا الراجل في بالها تيسالي العالم تتقابلو هو عندك لي كوب اللي ناجحين في الحياة كاين الكوب الأول كوب الأول كتعيط الراجل مع الجوج ديال الليل كتقولي ألو فينك كيقولها أنا مع صحابي كتقولي خذ راحتك ما كايناش معنا هنا باش نكونوا واقعيين خذ راحتك ملي تسالي جيرانا في الدار. النوع الثاني ألو فينك انا مع صحابي شكون صحابك دريس دوزوا ليا دوز ليا دريس انا قالها مع صحابي. النوع الاخر كتعيط لها تعيط لك الو فينك انا مع صحابي دير لو بارلور ودخل وخلي الطابيل دايزا انت تبارك الله مريحه مع الائمه والفقهاء تسمع طيط طيريطيط طوطوطوط. النوع الاخر الو فينك انا في سباته صيفط لي لوكاليزاسيون. النوع الاخر في الشر هي اللي كتقول لك الو فينك كتقول لها انا بلاصه فلان فلانيه كتقول لك انا وراك. الاخر